بيسموها بليسترز. بليسترز دي ممكن تبقى فيزيكلز او بولس كبيره، اللي هي الامراض اللي بتكون فقاعات مائيه في الجلد بسبب مشكله مناعيه. الامراض دي امراض كثيره، اللي الامراض اللي ممكن تجيب ديت يعني تعيش فيها فتره طويله على طول عندهم فقاعات في الجلد، ممكن تفرقع او تعمل منظر وحش في الجلد. فدي امراض كلها اوتو ميون. انا عندي ثلاث امراض، ركز بقى معايا في المثال. المرض الاولاني اسمه بيمفيجاس. المرض اسمه ايه؟ بيمفيجاس. بيمفيجاس، بيمفيجاس ده بيفرقع. بيمفيجاس ده اللي بيفرقع. خلاص؟ هو ايه اللي بيفرقع؟ الجلد اللي فيه مرض؟ بس اللي موجوده ايه؟ بيفرقع. تفتكر البيمفيجاس؟ بيمفيجاس انفجار، تمام؟ ده اللي بيفرقع. النوع اللي بعده اسمه بولس. بولس يعني حاجه فيها ميه. بيمفيجويد. بيمفيجويد لا مش هيفرق اي كلام. بولس بيمفيجويد. المرض اللي بعده اسمه ديرماتايتس. يعني ايه ديرماتايتس؟ ده في الجلد. يعني كل دي امراض خلايا الجلد. ايه الجلد ده اسمه؟ يعني اسمه ميه. بس كلمة هيربي ديفورمس يعني ايه؟ يعني شبه حاجة اسمها الهيربس. سمعت مرض اسمه الهيربس؟ الهيربس بيعمل فيزيكالز في الجلد. في مرض اسمه هيربس، هيربس ده الفيروس بيعمل فيزيكالز في الجلد. ده حاجة شبهه بس ده اوتو ميون. فيسموه ديرماتايتس هيربي ديفورمس. يبقى مين اللي بيفرقع؟ بنتس. الباقي ما بيفرقعش. ليه ده بيفرقع ولا ما بيفرقعش؟ ايه القصة؟ كيف بدأت هذه الأمراض؟ لازم تركز معايا كويس عشان تفهم الكلام اللي أنا هقوله. سمعتوا عن حاجة في الهيستولوجي اسمها ديزموزوم وهيمي ديزموزوم؟ يعني إيه ديزموزوم؟ الديزموزوم اللي هي الروابط اللي بتربط الخلايا السيلز ببعض. وفي حاجات اسمها هيمي ديزموزوم هي بتربط بتحت. مين اللي بيتربط اللي تحت؟ مش أنا عندي في الجلد أولاد طبقة اسمها البيزل لير. طبقة البيزل لير مربوطة مع تحت مع الدرمس بحاجة اسمها هيمي ديزموزوم. ده اسمه هيمي ديزموزوم. اللي بوصله انما الخلايا نفسها بتاعت الابيثيليا اللي بتاعت الدرمس اللي هي السيلز العاديه مربوطين مع بعض بحاجه اسمها ديزموزوم وصلات تكوين السيلز. جانكشنز انترسيلولاريشن. حاجه كده تمسك كل الخلايا في اللي جنبها. دول اسمهم ديزموزوم. واللي تحت اسمهم هيبي ديزموزوم. ركز طبعا. لو المرض المناعي اوتو اميون كون انتي بوديز ضربت الديزموزوم يحصل ايه؟ الخلايا تتفكك عن بعض اهو. لو في المرض المناعي ضرب الهيمي ديزموزوم يحصل ايه؟ البيسه اللي هي بتتفصل عن الدرس اهي. لو في مرض مناعي ضرب البابيلاري درمس اعلى حته في الدرمس هيدي نفس النتيجه برضه. يبقى المرض المناعي الاوتو اميون لو كون انتي بوديز بتضرب الهيمي ديزموزوم ضرب الروابط فصلنا طبعا. لو حصل ان المرض المناعي ضرب الدرمس من فوق هيفصل الروابط برضه فصلنا طبعا. ده وده نفس النتيجه. لو المرض المناعي الاوتو اميون ضرب الديزموزومز فصل الخلايا عن بعض. يبقى اذا ده انتي بوديز اجينست الممبرين سيل ممبرين نفسه اللي دوت على السيل ممبرين. ولكن ده انتي بوديز اجينست الهيمي ديزموزومز اللي هي البيزل لير اللي هي تحت خالص عند البيس ممبرين. وده انتي بودي اجينست البابيلاري درمس بيضرب من فوق. طب لما انت تفصل الروابط تبدا الميه تخش، ميه بتاعت الانفلاميشن تمام؟ الميه تخش هنا هو بين الخلايا تعمل المنظر ده. الميه تخش هنا ترفع الابيثيليوم. الميه تخش هنا ترفع. مين اللي كان بيفرقع؟ تفتكر ليه ده الوحيد اللي بيفرقع والباقيين ما بيفرقعوش؟ ليه؟ لان هنا الميه بتجيلي منين؟ السيلز. ولكن هنا الميه تحت الابيدرمس، يعني هنا الميه عليها طبقه ابيدرمس تخينه مغطياها فصعب تنفجر. الميه دي مش هتفرقع عشان صعب انها تفرقع. انما اللي سهل انه يفرقع اللي انت ضعفته، انا عملت ميه في وسط الابيدرمس اللي بيطبع ضعيف. فالانتفاخات اللي هنا هي اللي ممكن تفرق. ده فكره المرض. يبقى الامراض البورلس ديزيز
البليسترز ثلاث انواع بامفيلس ضربنا البليزموزومز عملنا ميه بين الخلايا سهل الفرق اللي بعده اسمه ايه بولس بامفيكويد ضربنا الهيبيديزموزومز عملنا سيباريشن للفيزر ده ميه طاقه فانا عندي الابيدرمس انتك سليم مش هيفرق اللي بعده اسمه ايه ديرماتايتس هيبيتيفورمز ضربنا البابيلا الابيدرمس وصلنا برضه الفيزر ده وفي ميه رفعت ده اللي بيحصل دلوقتي في الامراض دي تعالوا نشوف الامراض دي تصرفها ايه احنا مثبتين حاجه تحت دايما مثبتين تحت الضغط زي الايجن وبيري فاسكولار انفلاميشن في بعض الامراض ممكن نلاقي شويه ايزينوفيلز يعني ده بيقول لك فيه شويه ايزينوفيلز ده فيه ايزينوفيلز ولكن ده فيه الكوتيل على حسب بقى سبب المرض الامراض الاوتوميون احيانا يهيج الليكوفيل يهيج الزيروفيل يهيج الليمفوسايت على حسب المرض بس الميكانيزم احنا قلنا ان في النوع الاولاني اميون جلوبولين جي بيضرب مين؟ ديزموزومز في النوع الثاني اميون جلوبولين جي بيضرب مين؟ ديزموزومز في النوع الثالث اميون جلوبولين اي مش جي اميون جلوبولين اي بيضرب الدرس النوع الرابع بيقول لك ممكن يحصل برضه مع العيانين اللي عندهم حساسيه من القمح. حاجه بيسموها جلوتين، جلوتين ده اللي هو بروتين القمح. جلوتين هايبر سنستيفيتي. العيان اللي عنده حساسيه من القمح يكون الجسم يهاجم الامعاء مش هيهاجم القمح. هو جسمك هيهاجم القمح فين؟ القمح جوه اليوم. هو سامع حساسيه منه. الانجن بتاعه بيخش يهاجم جهاز المناعه. فيهاجم السينيا بتاع الجسم ويهاجم الجلد. الميون سيلز بتمشي في الجلد، الليمفوسايتس بتمشي في الجلد، تضرب تمشي في الجسم تضرب الجلد. ده بيحصل في الناس اللي عندهم جلوتين سنسيتيفيتي، المرض ده بيسموه سيليك ديزيز. الناس اللي عندها حساسيه من القمح دي بيسموها سيليك ديزيز. سيليك ديزيز. اللي هو حساسيه القمح ده اسمه سيليك ديزيز. تمام؟ اللي عايز يعرفه يعني. كل مش عايز يعرفه مش عايز. طيب بص يا ابني. خلي بالك بص معايا بقى الوصف من الوصف اللطيف. احنا هنا حصل ايه في السيلز؟ حصل ايه في السيلز؟ سيباريشن صح؟ الحركه دي اسمها اجانثو لايسنس حركه اسمها ايه؟ اجانثو لايسنس لو مش مكتوب عندك اكتبها اجانثو لايسنس يعني ايه اكانثوزس؟ اكانثوزس زودنا اكانتولايسس فكك تمام دي اكانتولايسس وفي ووتر بتوين السلس بص بقى معايا يقول لك التشريحات بقى بتاعت السلس يقول لك لما احنا نفك القناع بوضعها كده بالضبط طبقه الفيزا اللي هي وحيده وحيده مسكينه عامله زي الحجاره اللي محطوطه على المقر فيقوموا مسمينها هوم ستون هوم ستون احجار المقابر عارفينها كده بره كده لما كوب مقابر بتاعتهم يبقى عليها كوبه كده يكتبوا عليها اساليب ومشاكل فمشبهينها بالكوم ستون حاجه منتهى البوكس يعني ورئيس فبيقول لك احنا فصلنا الناس كلها سيبنا دول بقوا عاملين زي حجر المقابر فبيسموا الخلاطه دي بيسموها كوم ستون كوم ستون تمام وفي النص اكانتو عايز المرض اللي اسمه بولس بامفيجويد بيبقى اميون جلوبلين جي اوتو اميون بيضرب الهيميديزموزومز انا عندي سب ايبيديرمال يعني ايه سب ايبيديرمال؟ تحت الايبيديرمس ايديما سب ايبيديرمال ايديما المرض اللي بعده برضه ايديما فين؟ سب ايبيديرمال ايديما المرض اللي بعده سب ايبيديرمال ايديما تمام؟ ده شكل تعالوا نبص على صورهم كده مين اللي بيفرع؟ طيب هي كانت ايه في الاول؟ كانت بيزك الاول ولكن فرقعت تمام؟ ما اعرفش تعمل بقى قرص على الهوزه عشان زي جدا ايه سبب البنكرياس؟ اليوم ايه نوع الانتي بودي؟ يورينجي اتاك مين؟ ديزموزومز عن سيرفين بريك تمام؟ فعندي اللي يقول لك القديمه سوبرا بيزل يعني ايه سوبرا بيزل؟ سوبرا بيزل يعني فوق البيزل ليه؟ فوق القديمه سوبرا بيزل فوق البيزل ليه؟ تمام؟ طيب ده بالنسبه للنوع بالنسبه لايه؟ البولس بيرفيجوين اوتو اميون بيضرب الهيليديزموزومز على الديسمبرين هنا بيضرب على
ولذلك الجينة صغرى بيزل ولا صفق بدرمن؟ صفق بدرمن. طالما صفق بدرمن يعني الدرم السليم. صفش فقار. فالسلام صعب مش هتفرق. الدرماتايب السيربيتي فورم زيها بس نوع الانتيبودي ايه؟ ايميون جلوبين. ومميزة بوجود الليكروجين اكيد مع الناس اللي عندهم حساسية من ايه؟ من العمل. تمام؟ دي انواع الكريستالز. وعلى فكرة الكريستالز دي كتير قوي في شمس الجدار. دي كتير قوي. يعني ايه؟ لو واحد عمل حساسية من الدم الخلايا الدمية الموجودة زي بعض لكن في اي انتج ممكن تتصرف شبه الانتج لكن في اي بروتين في بعض البروتينات شبه السلامين. لأن الألترا فايلت ريز
ما زاد سنك تأثيرها على الإبيثيليال سيلز بيعمل ميوتيشن، وانت وقت صغير بيعمل ميوتيشن، وانت كبير بيعمل ميوتيشن، بس وانت صغير الخلايا قدرتها على ريجنريشن عاليه، اقدر ابدل واجيب خلايا جديده. ما هو بسين الخلايا بتاعت الجلد ممكن يجردش، كمان السكين ما بايظش، عند الكبار ما بيجددش، فتقدر الخلايا دي تتعرض للشمس مثلا في سن 60 سنه، قاعد يتعرض للشمس سن 60 ل 65 لسن 70 10 سنين، الخلايا مش قادره تتجدد خلاص اكسبيرمنت، فتحتفظ الخلايا بالتنفرات بتاعتها فيحصل ديسبليشيا. يعني المالينا الخلايا وحشه، يبقى الخلايا بتاعت الجلد بيحصل فيها ديسبليجيا، خطوره الاكتينيك كيراتوزس ان الهاي فريز اشعه الشمس العواميس تاثر على الجلد، فالطبقات البيزا اللي هي الخلايا اللي تحت اكثر خلايا بتتاثر، فتبقى ديسبلاستيك يعني شبه المالينا تيومر ولكنها مش مالينا. ليه الصوره دي مش مالينا؟ لانها ما عملتش انفيجن، خلاص هي ديسبلاستيك. يقول لك طيب ايه تاثير اشعه الشمس على الفايبروبلاست؟ هو المفروض ان الفايبروبلاست الطبيعيه بتنتج ايه؟ بتنتج ايه؟ فايبرين كولاجين صح؟ وماتريكس بروتين. الفايبروبلاست لما بتاثر باشعه الشمس قدرتها على انتاج الكولاجين تقل، فتنتج بروتين اسمه ايلاستين. اسمه ايه؟ إيلاستين، فتبدا تعمل لي بروتين تافه كده ضعيف موجود تحت الجلد. يبقى بلاقي العيان عنده حركه اسمها إيلاستوزيس. انت عارف جلدك؟ جلدك ده لما انت تمسكه كده الصلابه اللي موجوده فيه التماسك اللي موجود فيه كولاجين. انت عارف لما فيه كله إيلاستين الجلد ده يبقى طري جدا ضعيف جدا. عشان تبقى راجل عجوز شايف انت الجلد عامل ازاي؟ سهل جدا يقشر ويقع ويتكل في المنظر. الالترا فايلت ريز في الكبار اثرت على الخليتين، على مين وفين؟ على البيزا اللي هي بتاعت السكن عملت فيها ايه؟ ديسبليش، واثرت على الفايبروبلاست فبدات تتكون ايه؟ ايلاستين. يبقى العيال ده عنده ايه؟ ديسبليشيا بلاستو هو ده اللي يبقى الاكتينيك كراتوزس ما هو الا ديسبليشيا مع بلاستو. الشمس اثرت على الطبقه اللي فوق على الخلايا اللي فوق بيزا ديت بقى شكلها اثرت على الفايبروبلاست وبدات تطلع الاستين وعملت كلاستر. وطبعا ممكن مع التهيج اللي في الجلد يحصل هايبر كيراتوزز وهايبر كيراتوزز وقصص. المرض ده بيجي الكانسر فين؟ يعني مين الكلام اللي بيتكلم؟ الفايبروبلاست ولا الابيدرمس؟ مين اللي هيجي الماليكتر؟ اذا حصل له ديسبليش؟ مين اللي حصل له ديسبليش؟ الابيدرمس يعني ايه اللي بكانسر؟ من البيزل سرطان البيزل هي اسمها بيزل سيلفر ممكن ده يقلب البيزل سيلفر خلاص؟ هلاقي الجلسه دي اتجننت وممكن يقلب البيزل سيلفر ملك هو في بعض الحالات ممكن يقلب سيلفر ايه؟ الطبيعي ان الارض رمانيا بريز هايمانيز انفرديشن كده كده بتعمل حتى عندنا في اي سيلفر وعندكم في اي سيلفر بس خلايا في جسم خلايا العظيم ما بتتجددش لو اعتبر احتفظ البيجمنتيشن بتاعتنا هتهدف الاخر تمام يبقى ده الاكتينيك كده. المرض اللي قبله كان اسمه ايه؟ المرض اللي قبله اسمه ايه؟ سيجوريك كيراتوزيس بنايم ولا مليك؟ شبه مين؟ اسمه ايه مصيفه من لوبا بس مليان ايه؟ كيراتين فعمل كيراتين سيست تمام؟ امال ده اسمه ايه؟ اكتيفيك كيراتوس اللي هو في حاجتين ديسبليشيا مع الاستوزيس وسببه الترا فايلت ومصيره بري كانسر تمام. بصوا يا شباب على المنظر عايز تقولوا كده من وجهه نظركم ايه رايكم في الجلد بتاع ده؟ طبعا الابيدرمس اللي فوق ايه رايك في المنظر؟ شكل الخلايا وزي ما بتحب ولا لا؟ طب انا عندي سؤال تاني، هل السيلز قدامنا اولاد مترتبه ترتيب طبيعي؟ هل انت شايف تحت بيزل كعب فوق فلات ولا كله شكل بعضه؟ طيب واللي كله شكل بعضه ده هو النيوكليا صغيره ولا كبيره؟ فاتحه ولا هايبر كروماتيك؟ يبقى حصل ديسبليشي في انه لير؟ كل اللايرز مش دايما اسمه كارسينوما انسايكل؟ مش سمعتوا حاجه زي كده؟ اللي هي السيفير ديسبليشي اللي فات كان ديسبليشي كده
الباسل انما الاسكريشن فين؟ كله ضعف. القصه دي بيسموها باونز ديزيز. باونز ديزيز الباونز ديزيز اللي هو يعتبر سكويموس سيل كارسينوما ان سايت. يفرق يعني سكويموس سيل كارسينوما العاديه يعني ان سايت يعني ما عملش انفيجن لمين؟ للبسل. انتوا فاكرين يا فاكر شكل سكويموس سيل كارسينوما؟ لما تكون سيل كارسينوما السرطان لما كان يعمل كانسر كان ينزل تحت ويعمل حاجه سيلس جواها ايه؟ جواها كيلاتين صح؟ طيب بصوا معايا بيقول لك ان جنس الحركه يقول لك بقى يبشرك يعني يقول لك انا هقل بعرف منين؟ بيقول لك اولا خلايا شكلها وحش اهي دي الاستريجيا. الحاجه الثانيه ان السيلز نفسها بيبدا يتكون جواها كيلاتين جوا السيلز. فده يقول لك ان ده مستقبله ايه؟ مستقبله فكر. مستقبله هيعمل الكرياتين وينزل تحت. الحركه الكرياتين اللي بيتكون جوه السيلز دي بيسموها ديسكيراتوزس. ديسكيراتوزس كرياتين غلط. ليه كرياتين غلط؟ المفروض الكرياتين يبقى فين؟ يبقى فوق في السيلولات. تمام؟ اوريك الصوره دي. خلاص هي ديسكيراتوزس ما بين الكرياتين بيبقى جوه السيلولات بتاع السيلز يعني. يبقى دي البدايات دي البدايات الحقيقيه اللي بتحصل. يبقى البونز ديزيز بيحصل ايه؟ بيحصل ديسكريشيا اللي بيبقى كل اللي يعني كارسيوما يحصل. وبدايات التحول ان انا اشوف كيراتين جوه السيلز اسمها ديس كيراتوزيس. دي يوم ما تقلب فعلا سكويما السيل كارسيوما. ده قصه البونز ديزيز. يبقى احنا قلنا ثلاثه كلام ايه بقى؟ سيبوريك كيراتوزيس اكتينيك كيراتوزيس باونسز. مين اللي فيه ديسكريزيا وكلاستوزز؟ مين اللي شبه سكون سيل باتلوما سبيكر كيسس؟ سيبوريك. امال التالت اسمه ايه؟ باونسز. والباونسز يعتبر كارسينوما انسايد وفيها ديس كيراتوزز. ميلانو سيفيك تيومر طلع لي الورقه اللي هترسم فيها وألوانك وأقلامك ودي هتترسم. هنتكلم عن حاجة ولاد اسمها النيفس. النيفس يلا ولاد ارسم. ارسم تراكم يا زلمة. ارسم تراكم يا يا ترى الميلانوسايت جواها ايه؟
ميلانو سايت وايت ميلانين. الثلاثة هي ميلانين اهي، سيتوبلازميك ميلانين بيبقى لونه بني جامد او بني فاتح حسب فيها خلاص. عشان كده الخلايا البدل اللي موجوده في الجنكشن بتبقى راوند. الفرق الحسنه دي بيسموها ايه؟ يسموها جانشنال نيفس. ليه سموها جانشنال؟ لانها موجوده في الجنكشن. طيب ركز بقى معايا في النوع الثاني. ادي ده النوع الاولاني في انواع الحسنات. تفتكر النوع هو في العين؟ في العين يبقى تيل ولا طرف؟ يبقى تيل حسب فتحه ولا جنبها؟ طرف. ليه طرف؟ لان السيتوبلازم مليان ميلانين. طب ليه مليان ميلانين؟ ليه مليان ميلانين؟ حد عارف ليه؟ ليه الخلايا اللي فوق فيها ميلانين كتير؟ لانها اقرب ليه؟ للشمس. طيب بص في بقى عندنا نوع من انواع الميلانوسايت، في مصير مختلف للميلانوسايت. يقول لك انا جزء من الميلانوسايت بيفضل في جانكشن، او اللي بيفضل في جانكشن يبقى مليان ميلانين ولا لا؟ ولذلك يبقى شكله راوند من فوق، وجزء اللي موجود تحت، الجزء اللي بيبقى موجود تحت بيبقى سبندل. ليه سبندل؟ ليه سبندل يعني؟ لانه فاضي، ده شكلها الاصلي جدا. ما بقاش فيها ايه؟ ميلانين. ليه ما بقاش فيها ميلانين؟ بعدت عن الشمس. يبقى انا عندي في نور، عندي شويه خلايا فوق وشويه خلايا تحت. الخلايا فوق القريبين فيهم ميلانين، بيبقوا راوند، بيبقوا براون. الخلايا اللي تحت البعاد ما تكونش ميلانين، يبقوا سبندل، يبقى اميلانوتيك نو بيجمنت. النوع ده يسموه ايه يا ولاد؟ يسموه كومباوند. وكلمة كومباوند يعني نوع مركب. اوكي. ده النوع الثالث من انواع الحصان. كومباوند نيكس. النوع الثاني للاسف، النوع الثالث. النوع الثالث يسموها انترا ديرمال. يسموها ايه؟ يعني تفتكر يبقى شكلها فين؟ يبقى كلهم فين؟ كلهم تحت، وكل اللي تحت ايه؟ راوند ولا سبندل؟ ليهم ميلانين ولا ما فيهمش؟ الحسنه دي لونها ايه؟ شوف الحسنه بتاعتها اوريها حسنات مش شرط تبقى كلها تحت. حسنه ممكن تبقى ناتشرال، ممكن تبقى كومباوند، ممكن تبقى دارك. طيب لو سمحت وصف لي نيمس، وصف لي الميلانوسايت. الميلانوسايت راوند النيوكليس سمول واوفن واوفن والسيتوبلازم كونتيننج. طب في النوع الجنكشن الكومباوند راوند وسبندل، وفي النوع الثيرمال سبندل. هل الحسنات ممكن تقلب؟ طيب هنشوف دلوقتي مع بعض الحسنات اللي ممكن تقلب شكلها ايه. طيب بصوا معايا، بص معايا الصورة. مين في دول جانكشن؟ هات مع بعض. مين في دول انتراديرمال؟ انتراديرمال. افتح واحد. هي الحسنات بتاعتك. اللي في النص، في النص. اسمها ايه اللي في النص دي؟ كومباوند. عايزك بس معلش تزود الزياده دي عندك، معرفش هم يدوكوا في المحاضرات ولا لا، بس شرط انهم يدوكوا في سنوات ان دايما الناس اللي بتطلع حسابات بيبقى عندهم طفره في جين اسمه ان راس او بي راف جين. الحسابات اللي عندك دي طفرات وراثيه، طفره وراثيه في جين بيتورث ان راس او بي راف. ان راس وبي راف خلاص. ده بالنسبه لاشكال النيفس. بص معايا، بص يا ولاد، يقول لك بقى سؤال مهم، يقول لك ساينس اوف مالينجنال ترانسفورميشن. الحسنه ممكن تقلب تبقى ايه؟ سيئه. ميلانوما السرطاني ده اسمه ايه؟ ميلانوما. ليه بس ميلاين؟ الملكه بقت اسمها ميلانوما، سرطان جلد كتير جدا ميلانوما. ايه علامات الملكه ترانسفورميشن؟ اعرف منين ان الحسنه اللي عندي بدات تقل؟ الكلام ده مهم جدا. هذا الكلام مهم جدا.
بس ركز معايا في الكلام اللي اقوله عشان اولا ما تتخضوش وعشان ما تخوفوش الناس. الناس ما فيش انسان في اللي على وجه الارض ما عندوش حسنات. اي بني ادم هتلاقي عنده حسنات في جسمه في اي حته. امتى حصلت ايه؟ اول معلومه الحسنات الكونجنتال ما تقلقش. يعني الحسنه اللي انت اتولدت بيها ما بتقلقش. الحسنات اللي عندكم اكواير ولا اتولدتوا بيها؟ حسنات الكونفيرتر اللي بتولد بيها اللي هي بتبقى الشامة. الشامة دي بتبقى حاجة كبيرة عيب قلب كده حاجة زي الرحمة كده. إنما الحسنات الصغيرة دي بتتعرضوا دي أكواير. دي اللي ما بيقلبش. دي اللي ما بيقلبش. كونجنت دي اللي ممكن يقلب. أدي أول معلومة. ثاني معلومة. ساينز of malignant transformation. قاعدة A B C D. A B C D. شكل الحسنة دي. شكلها ايه اصلا؟ حسنة اللي بوشها شكلها دي. rounded. اول علامة asymmetrical. asymmetrical. لو كان عندك حسنة rounded. بدأت لقيت ان الاطراف irregular. جايلها باورا. حسب الريجولار بوردرز خطيره بدات تلعب خلاص اول علامه الاسيمتري عدم التماسك في الاصدار البي ليدنج ان الحسن اكيد دم يا حسن اكيد دم اصلا لا هقول لك ليدنج واتشنج ان الحسنه تبدا تهيج الجلد وتعمل فرح وتجيب دم ليدنج ابسريشن اتشنج كله نفس النقط لازم تتشال السي كلر كلر ايه لونها ايه؟ يعني ايه اللي لونها ايه؟ كشفها ايه؟ الغرفه ولا الفتحه؟ 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 النص؟ لا لا الغرفه ولا الفتحه ولا النص؟ لا المشكله الحسنه المشكله الهيتروجينس يعني ايه هيتروجينس؟ بص معايا كده بص معايا كده طيب دي ال A A A ال A A asymmetry خلاص احنا قلنا الكالر يبقى ايه هيتروجينس يعني ايه هيتروجينس؟ يعني حسنا دي غلطه ولا غلطه؟ اوكتيف اوكتيف بطاطا شاب فور دي مش حسنا على فكره ده ميلانوما ده سرطان تمام؟ فاذا العلامه الاساسيه اللي عندي في الكلر ان الكلر يبقى هيتروجينس يعني غير متماسك. الدي دايمتر مقاسها رابيدلي انكريزنج دايمتر مقاس عمال يزيد بسرعه. الواحد يقيس حسنات شوفها بتزيد ولا ما بتزيدش. الدايمتر طبعا المفروض ان الحصن عندك حجمها ما بيزيدش انما انت فوجئت في يوم من الايام كده بص في المرايه قول الله الحسنه دي جبت كده ليه؟ لا كتيرة حسناتك بتكبر بيقولوا لي تاني لو سمحتوا تاني وورد ترانسفورميشن اي بي سي دي ايه كانت ايه؟ اسيمتريكال والبي ليدنج والتريشن والسي انو كفر هيدروجينس والدي دايمتر انتريشن رابيد بص يا ولاد المنظر تفتكر المنظر اللي انت شايفه ده الحسنات دي حلوه ولا لا؟ في ناس بقى عندهم حاجة اسمها ديسبلاستيك نيفاي. ديسبلاستيك نيفس هي ديسبليشن. فلاقي ان الحسنات اولا هي الحسنة ديسبلاستيك حسنة كومباوند. يعني ايه كومباوند؟ يعني هي الاثنين. بص بقى معايا. الجزء الجنكشنالي حصل له ديسبليشن. بص معايا منظر الخلايا عامل ازاي؟ الخلايا بتشتغل. شايف الخلايا بس مش فاهم ثلاثة زرقاء وغابة مش حلوة. الجزء الجانكشنالي بقى فيه ديسبليشن. اسبلاستيك نيفس وحش ممكن تقلب. والجزء الدرمال بدا يسرب الميلانين. ميلانين ليكج هو كده كده الجزء اللي تحت المفروض فيه ميلانين. الطبيعي الدرمال كومبوننت المفروض يبقى فيه ميلانين؟ لا ميلانين مش طبيعيه. ده بقى فيها ميلانين وبتسرب ميلانين بره.
تعمل ميلانين ليكج ليكج يعني تسريب الاقي ميلانين بره دي حصل ديسبلاسيك وحصل ديسبلاسيك ممكن تجي ميلانين تمام وتسريب الميلانين بره ممكن يعمل انفلاميشن يعمل تلف كده طبعا احنا قلنا مين الجينات المشهوره الاندراس والدي ان والديره طبعا حصل دي بشكلها الريجولر والهيتروجينس ده متكامسه من فوق فيها ديسبليجيا ومن تحت فيها ميلانين ليكج اخر موضوع عندنا في الشرطه هو اهم موضوع الميلانوما ركز معايا في موضوع سهل خالص بص يا ولد اول معلومه عندنا في الميلانوما الميلانوما بيناين ولا مالجنت حلو الميلانوما بدات ميلانوما ولا بدات ايه؟ لا معظم حالات الميلانوما بدات ميلانوما ونسبه قليله من الميلانوما بدات ميلانوما ايه العلامات اللي بس بتقلش؟ الاي بي سي دي مش كومن نادرا جدا 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 في سنوات سنوات المشكله دي غالبا ما بتقلبش اللي بيجيلهم ميلانوما غالبا بتبدا ميلانوما بس في نوعين من الميلانوما ركز بقى معاك في الكلام المهم في عندنا اولاد ميلانوما بتنتشر افقيا يعني ايه؟ يعني انا عندي يبقى في بقعه بني في الجلد والبقعه دي تبدا توسع تنفش في الجلد وعندي في ميلانوما بتنتشر راسيا يعني عندي بقعه في الجلد ما بتكبرش بس بتعمل تفتكر مين اكتر؟ اللي بتكبر بالعرض ولا بتكبر بالطول؟ عرض كده ولا بالطول كده؟ اللي بتمشي بالعرض؟ طب اللي بتمشي بالعرض خطيره ليه؟ هتنتشر فين؟ فين؟ في الابيدرمس ده خطير؟ توصل بالابيدرمس انما اللي بتنتشر بالطول تخرم الدرس وتروح لمين؟ للفيسلز هي دي بقى عندي نوعين من الميلانوما نوع بيسموه راديال سبريدنج راديال يعني هوريزونتال ونوع يسموه فيرتيكال سبريدنج افقي عمودي فيرتيكال سبريدنج يعني بالطول تمام النوع اللي بيعمل فيرتيكال سبريدنج غالبا بتعمل على الجلد بالمنظر ده ممكن تعمل فانجيتنج ماس او نوديول تعمل حاجه عاليه بتنتشر بالطول انما اللي بتنتشر بالعرض بتفرش بس في الجلد على فكره ده خدوا بالكم منها اللي بتنتشر في الابيدرمس بس دي ما اقدرش اعتبرها سرطان بجد لانها ما بتعملش انفيجن يعني المعتبر وكانها ميلانوما انسايد النوع ده بيعتبروه ميلانوما انسايد اللي هي النوع الراديال سبريدنج او الهوريزونتال سبريدنج اللي بتنتشر افقيا كده انما النوع العمودي دوت اللي بيعمل فيرتيكال سبريد ده بيعتبر انفيجن هي دي الميلانوما الاخطر شكل الميلانوما تحت الميكروسكوب بصوا معايا على الصوره اللي قدامنا الصوره اللي قدامنا اولاد الميلانوما مهمه ومش عندنا ان شاء الله سلايد في العمل اسمها ميلانوما اولا تقدر تقول لي فاكر سلايد الصوره كويس تقدر تقول لي شكل السيلز ايه؟ السيلز تحت الميكروسكوب تقدر توصل شكلها هل لها شكل سيلز؟ حلو يبقى اذا الميلانوما بيمر ممكن تبقى سيلز ايبيثيليويد ايبيثيليويد يعني كبيره شبه الايبيثيليا دول مثلا وممكن تبقى سيلز سبندل اهي الميلانوما سرطان ليس له شكل سيلز ممكن يعمل شكل الايبيثيليا الايبيثيليويد ممكن يعمل شكل سبندل بهذا المنظر انما سواء كده او كده فيها انابليجيا شكلها مش حلو يعني ايه انابليجيا يعني النيوكليار كبيره والريجولار بوردر وبرومنت نيوكليولاي شايف النيوكليولاس واقفه ازاي؟ نيوكليولاس اللي جوه النيوكليس باينه جدا ده من العلامات المهمه جدا في الميلانوما وطبعا ممكن الاقي فيها ميلانين سيتوبلازمك ميلانين خلاص؟ ده شكل الميلانوما سؤال بقى مهم يقول لك ايه اهم بروجنوستيك فاكتور في الميلانوما؟ يعني ايه بروجنوستيك فاكتور؟ اقول لك شوف لك اختيارات بص يا ولاد بروجنوزز يعني مصير العيان مصير العيان معتمد على ايه في الميلانوما؟ هديك ثلاث اختيارات. سايز انابليجيا فيرتيكال سبريد. ايه اهم فاكتور؟ فيرتيكال. الفيرتيكال سبريد ده هو اللي هيعمل انفيجن. ايه خطوط الانفيجن؟ ان الميلانوما زي الساركوما وزي الكارسينوما، زي الاثنين. يعني ايه؟ الكارسينوما كانت بتنتشر ازاي؟ ليمف
والساركوما بتنتشر ازاي؟ بلاد، وعشان كده الساركوما كانت اول. طب الميلانوما بتنتشر لينف ولا بلاد؟ الاثنين. اسوء سرطان بيجي في الجلد. ميلانوما تقدر تمشي في اللم، تقدر تمشي في البلاد، تعمل الليمفاتيك سبريد وبلاد سبريد. مقياس التكنس يا اولاد بتاع الميلانوما يقول لك الميلانوما تكنس، تكنس يعني فيرتيكال ديفيجن. عملوا عالم اسمه بريز لو، عملوا عالم اسمه ايه؟ بريز لو، عمل حاجه اسمها ستيجنج اوف ميلانوما. يعني بريز لو دوت بيوصف التكنس بتاع الميلانوما. دي معلوماتنا في الميلانوما كده خلصنا. بريز لو تمام كويس.